مثلا دايما المتلقي ما بيحبش المبدع اللي بيتعالى عليه، دايما بيحب المبدع اللي بيقدم حاجه شبهه، علشان كده دايما تلاقيه بينجذب لنوعيات معينه من الافلام وبينفر من نوعيات تانية. فيلم ام العروسه من النوعيات الافلام اللي المتلقي بيحبها لانها شايف نفسه فيها، شايف الاب شايف نفسه ابو العروسه، الام شايفه نفسها ام العروسه، العروسه شايفه نفسها العروسه، اخت العروس شايفه نفسها اخت العروسه، الولد الشاب اللي لسه بيطلع اللي بيغيور على اخواته، الاطفال الصغيرين الاشقياء اللي بيعملوا شقاوه، البيت احنا عايزين نفطر، الاكل خلص، فين البيض، هات العيش، هنجوز البنت منين، ننزل نشتري الجهاز، نجيب فراخ من مش عارفه منين، نعمل ايه، نعمل الفرح، انا بنتي لازم فرحها يبقى احسن من الجيران اللي بتنم على بعضها، الست الشهيره جدا اللي بتتمصمص طول الوقت. الحقيقه هو فيلم اجتماعي من الدرجه الاولى.